جهاز مكافحة الإرهاب العراقي وبالمشاركة مع قيادة الشرطة الاتحادية أحرز تقدماً واضحاً في العديد من الأحياء من الجانب الأيسر لمحافظة نينوى، حيث تم تحرير منطقة الفيصلية ومستشفى السلام وقتل العديد من قوات تنظيم داعش. التقدم الذي أحرزته القوات المسلحة العراقية هذا اليوم وفي الأيام الماضية يعني في التحليل الدفاعي والتقييم الاستراتيجي هو مؤشر على يعني انهيار وشيك في صفوف مسلحي تنظيم داعش الإرهابي. أنا أعتقد أن القوات العراقية استطاعت تجاوز المعاضل البنيوية ذات الطبيعة العسكرية الصرفة التي حدثت أو شخصتها خلال المرحلة الأولى واستطاعت تجاوزها، وبذلك هذه من بعض يعني هذه المعاضل يعني أمور تتعلق باستخدام المروحيات والحرب الإلكترونية. التقدم الذي أحرزته القوات المسلحة العراقية في الأيام الماضية يعد مؤشراً قوياً على بدء انهيار تنظيم داعش وفق ما ذكر الخبير الأمني العسكري العميد ضياء الوكيل. التقدم الذي حصل في الساعات الماضية القليلة كان تقدماً ملحوظاً واستراتيجياً نظراً للاندفاع الليلي والنهاري وأيضاً الجوي والبري لكافة القوات المشتركة. المحور الجنوبي والمحور الجنوبي الشرقي شكل تقدما لقوات الشرطة الاتحادية بالتحديد، بعد أن كانت هذه القوات هي ماسكة وتحرر القرى وأمتار يعني ليست مساحات كبيرة، لكن بعد أن أنيط بها مساحة واسعة استطاعت أن تحقق تقدما ملحوظا. القوات العراقية أحرزت تقدماً ملحوظاً واستراتيجياً نظراً للاندفاع الليلي والنهاري والجوي والبري لكافة القوات المشتركة.